غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو ألو سلام ونعمة. أيوة. أبونا ويصر سلام. أيوة فندم. الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. كيف حالك يا أبونا؟ إزاي نشكر الله حبيبي. انا اسمي ابو مريم وبكلمك من امريكا يا ابونا. انا حضرتك ما تعرفنيش شخصيا بس احنا قلنا ناخد بركه أخبرك. وسمعنا كلام طيب عليك يعني فقلنا فرصه ناخد بركه منك يعني. ده ناخد بركه منك يا حبيبي ربنا يخليكم. يا سلام على الادب يا سلام على الاتضاع يا ابونا. فكرتني بيسوع لا حبيبي لما غسل رجل التلاميذ يعني اتضاع. لا يا حبيبي احنا خدامين الشعب كله. هو المفروض كده فعلا يعني يكون لنا مثل يسوع الاتضاع. ربنا يخليكم. انت عامل ايه؟ انا احمد الرب. ابونا طبعا في كتاب للبابا توادرس اسمه كتاب في كتاب للبابا توادرس اسمه بتاع العهد الجديد. الكتاب في كلام خطير جدا جدا يا فندم. انا بستغرب ان البابا كاتب الكلام ده يعني. انا قلت اللي كاتب الكلام ده يمكن عالم من علماء النقد الكتابي يعني. في هذا الكتاب جزئين مفتاح العهد الجديد الاول والثاني. صفحة 167 بيتهم الكتاب بالتحريف. فبيقول الله يخليك ابو مريم وضح صوتك. انا واقف حته. انا اقول لحضرتك ليه. انت عندك خلفيه تلفزيون ايه في التلفزيون بس عشان تسمعني كويس. في عندك صوت ايه في التلفزيون عشان تسمعني كويس. ركز معانا يا ابونا عشان ناخد منك بركه لان الكلام خطير جدا يا ابونا يعني. خير يا حبيبي. المشكله يا ابونا ان البابا كاتب كتاب اسمه بتاع العهد الجديد. حضرتك لو تقرا الكتاب يا ابونا تعتقد ان واحد من علماء النقد الكتابي كاتبه يثبت التحريف في الكتاب المقدس. فمثلا في الجزء الاول صفحه 167 بيقول ان انجيل يوحنا الجزء الاول وهي من اهم النصوص اللي هو في البدء كان الكلمه والعدد 14 اللي هو والكلمه صار جسدا. فبيقول انجيل يوحنا الاصحاح الاول. صوت التلفزيون يا ابونا مش عارف اكلمك كده يا حبيبي. انا مفيش حاجه. انا بكلمك انا سامعك ومفيش تلفزيون ولا حاجه. معذره ثانيه يا ابونا متاسفين. ربي يباركك. فبيقول حضرتك ان ابونا ان الجزء الانجيل يوحنا الاصحاح الاول من عدد 1:18 مضاف. وبيقول بيقول يا ابونا ان انجيل يوحنا الاصحاح 21 كله مضاف مش كلمه او اتنين كله مضاف. المشكله يا ابونا الكلام مش كده بس. الكلام اللي بيقوله البابا بيقوله علماء النقد النصي مثل الدكتور العلامه بارت ايرمان وهو اكبر عالم من علماء النقد الكتابي على العالم كله. برضه بيقول هنا قصه المراه الزانيه بيقول ان اباء الكنيسه رفضوها لان ابتدوا الى الحلال الخلقي. فعندك في مفتاح العهد الجديد صفحه 267 يقول ان يكشف هؤلاء الاباء عن سبب غياب هذه القصه لان محذوفه من بعض المخطوطات. الكلام ده كلام علماء النقد النصي. في بعض الاخرى هو خوف الاباء الاوائل من استخدام هذه القصه كمشجع للحلال الخلقي او انها ذريعه للاباحيه كما يقول اغسطينوس. البابا بيقول اما الاباء في الشرق فقد كانوا اكثر تحفظا فامتنعوا عن شرحها او حتى الرجوع اليها او حتى ذكرها بالمره. امثال اورجان الذهبي الفرنسي. كلام في منتهى الخطوره يا ابونا. كمان بيقول يا ابونا ان انجيل يوحنا بيرسم الخط ما بين اتنين مسيح. مسيح الكنيسة ومسيح التاريخ. هو في اتنين. بيقول مسيح التاريخ والمسيح الرب اي مسيح الكنيسة. بص يا ابو بص يا حبيبي اتفضل. انا الكتاب مش في ايدي. انا مش قادر اتابع معاك. طيب بص يا ابونا الكتاب اسمه اكتب اسم الكتاب وتبقى تراجعه في اي وقت مش موضوع مش مشكلة. لكن هنا الكلام يا ابونا ان هو معنى هذا الكلام ان هو انا ما اقدرش اراجع كلام ورا قداسه البابا. اقول حاجه انا ما اعرفش حاجه من اللي البابا بيعمله ده. ممتاز ممتاز. اذا معنى كلام انا ما اقدرش اراجع كل قداسه البابا ولا الاداء. انا راجل غلبان يا حبيبي. انا غلبان وفي حالي. ماليش دعوه بالمواويل دي كلها.
لا مواويل، الكتاب المقدس مواويل. اما البابا يا حبيبي انتوا ناس بتوع نقد، انا غلبان، انا راجل غلبان ما اعرفش حاجه. امال ده البابا اللي بيقول كده، ما تعرفش حاجه ازاي يا فندم؟ ده حبيبي انا قداسه البابا فوق دماغي وفوق، انا ما اعرفش حاجه عن الحاجات دي كلها. انا لو سمحت انت راعي كنيسه حالي. انت راعي كنيسه انت خدت الشلح يا حبيبي أبوك. سيبني يعني سيبني انت خدت انا راجل غلبان، كل اللي يهمك خايف الشلح، مش عاوز تقول عشان خايف الشلح صح يا ابونا؟ انت راعي كنيسه على خير. انت راعي كنيسه ماري جرجس، انت راعي كنيسه. اتفضل يا خايف عشان الشلح، خايف. انا غلبان ما اعرفش حاجه. كان معانا الهواء مباشرة الآن القمص ويسا عزيز، القمص ويسا عزيز، كنيسة ماري جرجس، سندبيس، القناطر الخيرية، القليوبية مصر، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. تاني، كان معانا الهواء مباشرة الآن القمص ويسا عزيز، كنيسة ماري جرجس، سندبيس، القناطر الخيرية، القليوبية مصر، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. الراجل بيقول على نفسه غلبان وما اعرفش حاجة، كل اللي همه خايف الشرح، والله العظيم هو خايف بس الراجل يعني الشرح يعني ايه؟ يعني يطردوا من الكنيسة، يعني يطردوا من الوظيفة، كل اللي همه الوظيفة عشان المبلغ. أنا سمعت يا أخوة الكرام الله أعلم بيقول لك في مصر القس أول تعيين ل 13,000 جنيه مصري. انا ما اعرفش الواحد خريج جامعه بياخد كام العادي، بيقول لك 13,000 جنيه واحد لسه، تخيل قارنه بواحد خريج جامعه الله اعلم بياخد كام. طيب ثواني، احنا قلنا البيانات، نعيد قلنا البيانات كم مره؟ ما اعرفش خريج الجامعه بياخد كام، لا معلش ثواني بس ندي البيانات لاخويا عماد وبعدين اللي بعده. ولذلك فعلا، ولذلك فعلا فعلا يا اخوة كرام، تحطيم اصنام النصارى، فعلا تحطيم اصنام النصارى، الاتصالات تحطيم الاصنام، الاصنام التي تعبد من دون الله. كم واحد النهاردة قال ما يعرفش؟ كم واحد قال ما يعرفش؟ كم واحد فيهم؟ كلهم يقول لك ما اعرفش ما اعرفش ما اعرفش. كم واحد قال ما يعرفش؟ كله. اللي بعده،